عافية شباب، اليوم نبدأ في محاضرتنا. زي ما انتو شايفين احنا هلأ في يعني الأسبوع الثامن، اليوم الثالث، نتحدث فيه عن نتابع الحديث عن زي ما انتو شايفين اللي هو قياس المؤشرات التنموية، ونركز على الكيفية وكيفية قياس هاي المؤشرات. نزلت لكم أنا الملفات المتعلقة في الموضوع، بس خلينا اليوم نتابع هذا الموضوع. احنا قلنا انه دائرة الاحصاءات العامة بشكل اساسي هي المعنية في متابعة على المستوى الوطني موضوع التنمية، الاهداف التنموية المختلفة. المرة الماضية تحدثنا عن طبعا هاي الاهداف اللي حكينا 17، احنا قلنا في عندي لهاي الاهداف عندي 169، خلينا نقول عفوا، بهاي الأهداف، طبعا هاي الإحصاءات، دائرة الإحصاءات العامة، بس خليني أفرجيكم إياها. وقلنا هاي المعلومة يمكن أنتم ما سبق حكيت لكم إياها، اللي هي كتير بتهمكم من حيث كيف، طبعا هاي دائرة الإحصاءات كيف تشتغل على موقعها في كل جول، كل هدف. على سبيل المثال هون الهدف رقم 4، كيف بتشتغل عليه من حيث التارجت، من حيث الانديكيتر والمتابعة تبعته. شوفوا كيف كمان باللغة الإنجليزية، عشان هيك بقولكم أنا إنه هاي المصطلحات ضروري إنها تكون عندكم باللغة الإنجليزية، هي مش رفاهية يعني للي بيحب يعرف، هي ضرورة لتخصصكم. وهاي إحنا قلنا تم تصنيف المؤشرات، وكل جول من هدول الجولز ال17 بآخر رقم هون بتشوفوا التوتال اللي هن إيش اللي تم يعني التوصل لهم، اللي هم 237. وبالأخير احنا عم نحكي عنهم هدول مؤشر يتم العمل عليه. فاحنا هون عم نتحدث عن فعليا عن هاي الأرقام بشكل يعني خلينا نقول كثير أساسي، اللي هو انه كيف نركز على الأهداف التنموية، نفصلها في خلينا نقول مقاصد. هاي المقاصد اللي هي مجموعها 169 مقصد أو غاية كتارجت، والمؤشرات تبعتها مجموعها 237 مؤشر. هاي المؤشرات على سبيل المثال اللي هي إحنا تم تفريغها بالشكل التالي، اللي هي طلعت إنه مثلا الجول الأول عندي 14 مؤشر له، الجول الثاني 13 وهكذا. طبعا أنا من هذا الكلام باخذ البرزنتيشن تبعتنا بنتابع عليها. لما احنا حكينا المره الماضيه انه تحدثنا عن القضاء على الفقر، واعطيتكم مثال اللي هو هاي الاهداف وهاي المؤشرات، فاحنا هون احنا عم ناخذ، انا ما اعطيتكم كلها، اعطيتكم عينه منها. عندي 1 2 3 4 5 مؤشرات من الاصل اللي هو ايش انا اللي قلت لكم اياه قبل شوي، اللي هو على سبيل المثال اللي هو ايش 14 ايه من ال 14 بهذا الجول يعني تحديدا. هلا فانا لو بدي اخذ مثلا الجول رقم 2، سوري لما قلت رقم 2 اللي هو القضاء على الجوع، حكيت انا 1 2 3 من اصل قديش؟ من اصل 13، يعني لسه في ضايل كمان 10. فانا بطلب منكم انه ايش؟ انتم تتابعوا، تقرأوا، تشوفوا، تطلعوا ايش هي بقيه المؤشرات اللي احنا هلا مثلا ما اعطيتكم اياها كامثله انا. وهاي حتى تعرفها من وين تقدر تجيبها شباب، تقدروا تفتحوا على السايت اللي أنا أعطيتكم إياه بالسابق اللي هو Sustainable Development Knowledge Platform، اللي هي sustainabledevelopment.un.org. عاملين منصة اللي هي بتستخدمها دائرة الإحصاءات العامة، بتبين يعني خلينا نقول كل هدف من هاي الأهداف وإيش التارجتس تبعتها. شايفين إنه مثلاً فاتحين على الجول مثلا رقم 17 هنا على سبيل المثال، فيها 19 تارجت، فيها بارتنرشيبس، صاروا عاملين شراكات مع 1147 شركه، عدد الشركات حتى يحققوا هذا الهدف اللي هو رقم 17. وطبعا لازم يكون هذا اكثر عدد كبير، لانه اصلا كل الهدف مبني على ايش؟ رقم 17 اللي هو مبني على موضوع الشركات، اوكي، اللي هو strengthening the means and implementation to revitalize the global partnership for sustainable development. هاي البوبليكيشنز اللي عدد المطبوعات أو المنشورات اللي طلعوها تتعلق في هذا الموضوع حتى تاريخه. وهاي هاي طبعا publications ممكن جزء منها يكون documents، مش كلها يعني مش كل ما نشر طلع على شكل document، أوكي. فعلى سبيل المثال لو بدي أكبس مثلا هون
خليني أرجع أخذ رقم واحد مثلا، شوفوا كيف الويل بتتحرك. هذا كتير جميل هذا الموقع. كبست على رقم واحد شو طلع لي؟ طلع لي end of poverty in all forms of everywhere، اللي هو انهاء الفقر، وحطوا لي هون التارجت 7، البارتنرشيبس اللي صارت وهكذا، شايفين هذا اللي انا بدي اياه، و17 اللي هن الدوكيومنتس اللي تمت بشأنه. طبعا هاي الوثيقة بتفرجينا انه في الأردن كيف انشغل عليها، بينما هاي عفوا هاي بتفرجينا على المستوى العالمي، تمام. وانا نفرض زي ما انتم شايفين اي في جزئيات، طبعا هون اذا بدي اقرا تفاصيل اكثر، هاي البارتنرشيبس بتعطيك شو هي، واذا نفرض انا بدي اشوف شو هن هدول السفن تارجتس، اوكي بكبس عليها بتطلع لي هون زي ما انتم شايفين، طلعوا بيطلع لي هون انه من هذا الهدف تم يعني اشتقاق تارجتس اللي هي مقاصد انه لازم تتحقق، مثلا فور اكزامبل هون by 2030 eradicate extreme poverty for all people everywhere currently measured as people living on less than، اوكي وهذا اللي حكيناه المره الماضيه لما اعطيتكم انا ترجمته باللغه العربيه، اللي يعني خلينا نقول استئصال الناس، خلينا نقول عدد الفقر، نسبة الفقر للناس اللي هاي الـ indicator proportion of population، نسبة السكان اللي هن below أو تحت هذا الحد بالنسبة لخط الفقر اللي هو بياخذوا أقل من 1.25 دولار في اليوم. وحكينا هون إنه حسب إيش by sex age employment status geographical location، يعني بغض النظر عن هاي التفاصيل، ولكن أنا بدي أشتغل على السكان بغض النظر عن التفاصيل هاي. وكل واحد من هدول التارجتس زي ما انتم شايفين تم ايش اخذ الانديكيت. مرات في تارجت زي هذا مثلا، لاحظوا انا اشتغلت عليه من حيث انه في تو انديكيتورز بقدر اشتغل فيها، يعني في بعض التارجتس المقاصد بقدر اخذ لها اكثر من مؤشر، مثل مثلا هذا. فهنا شوفوا كيف تم ترقيمهم بطريقه انك تفهم انت انه هذا التارجت اللي هو 0.1.2 تابعين للتارجت رقم 2 وهكذا. فإحنا لما بنيجي نشتغل في التنمية نيجي نشتغل على كل جزئية من هدول التارجتس الصغيرة حتى نحققها، وإذا اشتغلنا عليهم بشكل كلي بتحقق الهدف الأساسي وهكذا، تمام. خليني أرجع هلأ بدنا نكمل. إحنا هون بالباوربوينت تبعتنا إحنا خلصنا لغاية الفقر والجوع، بدنا اليوم نكمل الحديث عن الصحة الجيدة. بدنا نكمل اليوم لغاية التارجت 5 إذا ضل معنا وقت. طبعاً عم باخذ عينة منهم أنا زي ما قلت لكم، وأنتم بدكم تكملوهم. وافتحوا على العربي إذا مش عارفين بالإنجليزي، بس أنا كثير بهمني إنكم تعرفوا المصطلح كمان بالإنجليزي. هلأ بالنسبة للصحة الجيدة، إحنا بنعرف إنه في المنطقة العربية تحديداً متوسط العمر عند يعني المتوقع، خلينا نقول عند الولادة عم بيصير إيش، يعني خلينا نقول هون في ارتفاع بسبب إنه عنا الناس اللي عم بيضلهم يعني خلينا نقول موجودين على قيد الحياة، العدد عم بيكون أكثر، كل ما كان الصحة أفضل. فهذا يعتبر مؤشر يعني كتير مهم بالناحية الصحية. يعني يعتبر أنه 58 تقريباً اعتبروا الـ WHO اعتبرت أنه هذا العمر اللي هو 58 سنة يعني يعتبر من الأعمار اللي كانت يعني خلينا نقول سائدة في عام 1980. وإحنا قلنا الموضوع عم بتغير للأسف بالنسبة لديش يعني السن الحياة أو البقاء في قيد الحياة، إحنا المفروض يعني إنه بدهم يرفعوا لغاية إيش 70، كان لسنة 2015 يعني التارجت كان من سنة 80 لسنة 2015 إنه بدل ما يكون فقط البقاء على الحياة لحتى عام 58 سنة، إنه يصير الإنسان يضل عايش لغاية إيش 70 سنة. طبعا هذا لغاية 2000. طبعا ليش بنزيد هذا الرقم؟ لأنه معناها كل ما كان في عنا ناس كبار بالسن ولا يزالوا على قيد الحياة، معناها في إيش على المستوى العالمي في صحة جيدة واهتمام بمرعاة الصحة. كمان موضوع الوفيات الأطفال هاي كمان بتنحسب بشكل يعني واضح، إنه انخفض العدد من 131 لكل 1000، يعني من بين كل 1000 ولادة عم بيطلع عندي 131 يعني وفيات. في طبعا هذا كان بال 1980، بالتارجت كان
انه ب يعني ال 2015 تتغير تصير 36 فقط وفيات من بين الألف، وبالتالي شوفوا الرقم قديش انه ينزل. وهذا الكلام عليه انتو قيسوا انه شو اللي بده يصير في المستقبل اذا بدنا نعمل توقعات من 2015 لل 20 شو اللي صار، من 2020 لل 25 شو اللي بده يصير، وهكذا. هاي كلياتها محسوبة طبعا، بتركز على هذا المحور، بيركز على الصرف الصحي، بيركز على قديش في يعني اهتمام وصرف على هذا الموضوع. يعني الاهتمام بالموضوع يعني 66% في عام 90 كان، وهلا خلينا نقول لغاية 2015 التركيز وصل لغاية ايش؟ 90%. طبعا أهداف التنمية المستدامة بيتم التركيز عليها بشكل كبير. لما بنحكي عن صحة نتذكر موضوعات المواضيع اللي بتتعلق بالأوبئة، مثل الوباء اللي احنا هلا عايشين في أزمته اللي هو الكورونا. بس بهداك الوقت كان تركيز على أوبئة من 2015، يعني نحكي أوبئة مثل السل، الملاريا، الأيدز وبعض الأمراض السارية، إنه بحلول 2030 إنه كيف يتم القضاء عليها أو تقليص عددها، والتركيز على موضوع التغطية الصحية وكيف يعني موضوع الحصول على أدوية ولقاحات آمنة وهكذا. هذا طبعا بشكل إنه يكون مقبول، أسعاره مقبولة، إنه الناس تقدر تدفع حقه، حتى تقدر يعني خلينا نقول تكمل بشكل مناسب. و أيضا توفير السبل المناسبة للحصول على هاي اللقاحات طبعا، وكيف إنهم يستمروا على موضوع البحث العلمي في هذا المجال. طبعا إذا أخذنا هذا المحور، مين يعطيني مثال على مؤشر ممكن أحسب على أساسه للصحة؟ مين يقول لي كيف ممكن أحسب المؤشر من أجل ضمان إنه صحة جيدة؟ دكتورة، جزء السعرات تفضل. الحرارية باليوم، أوكي كمية طب السعرات الحرارية مثال. على كل طيب شخص. أنا تمام، كثير منيح أكرم. مثال أنا اللي أعطيتكم إياه هون، حطيت لكم ثلاث، خلينا نقول ثلاث أهداف من الأهداف المباشرة اللي هي التارجتس، هاي اللي هي وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة. إنه اللي تحت عمر خمسة كثير عادة بتصير حوادث، بنسمع لا سمح الله أطفال مساكين عم بيصير في وفيات، يعني بيكون عمرهم أقل من خمسة، يعني سواء كانوا في المستشفى حديثي الولادة أو إنه رجعوا لأهلهم في بيوتهم، طلعوا يعني من العملية بنجاح، ولكن إنه خلال هال5 سنوات كثير في ناس عم بفقد من ولاده بسبب حالات وفيات. فهو ممكن هذا يكون واحد من التارجت، إنه أول 5 سنوات كثير حساسة، فأقوله أنا بدي أنزل العدد الوفيات في هذا العمر. وطبعا هون بحيث إنه كل الدول نضمن إنه توصل لخفض هاي الوفيات على الأقل، يعني مثلا 12 حالة وفاة يعني كانت في كل من بين كل 1000، خلينا نقول، خلينا نظبط هاي الصيغة. أوكي، بين كل 1000، معلش هذه 1000 مولود هون المقصود، سوري شباب بدها تظبيط. وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة كمان، بحيث إنه يكونوا إيش على الأقل، هاي زبطت، بحيث انه يكونوا يعني من ننزلهم من 25 حالة في بين كل 1000 مولود حي. يعني هاي ممكن اذا بناء عليها شو اقول المؤشر اللي هو نسبة وفيات الاطفال دون سن خامسة، وهذا طبعا بنحسب بكل بساطة من بالمستشفيات حتى نتأكد. ممكن موضوع وضع نهاية لأوبئة مثل اللي كانت منتشرة بهذاك الوقت، الايدز والسل والملاريا وبعض الأمراض اللي يعني منتشرة، ومنها مثلا موضوع الالتهاب الكبدي، الكبد الوبائي، في أمراض معينة ممكن تنتقل تتلوث بسبب المياه وتكون أمراض معدية مثلا. فبالتالي مثلا WHO طلعت إنه صار في إلزام مثلا على الالتهاب الكبدي الوبائي إنه يصير في مطعوم للأطفال بالوقت، زمان ما كانش فيه وما كانش إلزامي يعني إنه أو مجاني. فممكن أقول بناء على هذا باجي بقول المؤشر إنه نسبة عدد الإصابات بهذا الفيروس مثلا على سبيل المثال إنه تقل بالنسبة لعدد المصابين، وبغض النظر عن الفئة العمرية والجنس وإلى آخره. ممكن آخذ في نقطة تانية اللي هو موضوع طبعا هون لما أحكي سبب بغض النظر عن الجنس والفئة العمرية وكذا، مش معناها إني أنا مش مهتم بالجنس، لا، أنا بقدر آخذ إنه والله شو الوضع بالنسبة للمرأة، شو الوضع بالنسبة للشباب، بالنسبة لكبار السن إلى آخره، بس بطريقة ما تكون تمييز
يعني ضدهم، بل بالعكس تكون لصالحهم، اني انا بدي اهتم بهاي الفئه واشوف شو المعاناه تبعتهم وكيف بقدر احللهم مشكلتهم. هلا او ممكن يكون الهدف مثلا ضمان حصول الجميع على خدمات رعايه صحيه، الصحه الجنسيه الانجابيه الى اخره. هذا كمان ممكن يكون له علاقه بتنظيم الاسره، موضوع يعني دمج موضوع الصحه الانجابيه في كل الاستراتيجيات الوطنيه للبلد. هاي كمان ممكن افكر فيها كنسبه، النسبه المئويه للنساء مثلا اللي هن في سن الانجاب اللي هي من 15 ل 39، اللي يعني انعطوا هذه خلينا نقول الخدمه من قبل تنظيم الاسره. طبعا هاي خلينا نقول بشكل اساسي المحور او موضوع الصحه. بدي اعرف اكثر من هيك، باجي بفتح على ايش احنا قلنا الصحه شو رقمها، شو رقمها؟ 3. فباجي على رقم 3، شايفين؟ على رقم 3 وهيها طلعت لي هون Ensure Healthy Lives and Promote Well-being for All Ages. وهون إذا بدي أقرأ أكثر أعرف أكثر عن التارجتس، شايفين؟ هي بفتح التارجتس وهي طلعت لي زي ما قلت لكم كل واحدة من هدول التارجتس. وزي ما قلت لكم بإمكانكم تحولوها للغة عربية، بس أنا بحب اللغة الإنجليزية لأنه أنتوا بتحتاجوا لهاي المصطلحات إنكم تعرفوها. شوفوا طلعوا كم من تارجت حاطين لهذا الموضوع، إنه في عندي 8 9، شايفين 9 تارجت، وإلهم طبعا التاسع له أفرع، وكل تارجت منهم نفرض نمبر 1 في اشياء منها لها اكثر من انديكيتر، اكثر من مؤشر، شايفين؟ فانا لما انا قلت لكم المؤشرات العدد الكلي انا بقصد هذول اللي هن بالاخير الكولم الاخير. طيب نيجي للتارجت لرقم 4 اللي هو التعليم الجيد. بالتعليم الجيد احنا بنقول انه من سنه 2000 صار في احراز تقدم هائل في هذا الموضوع، يعني بتعلق في تعميم التعليم الابتدائي، كيف صار الزامي، كيف ان كل الدول حتى المناطق الناميه اللي فيها مشكلات، يعني خلينا نقول معدل الالتحاق الاجمالي في هاي المناطق انه 91% حتى عام 2015. عدد الاطفال اللي غير ملتحقين في المدارس كمان هذا بنحسب كيف صار نصف النصف تقريبا، يعني تم تقليلهم. صار في زيادة لمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بناء على الامتحان اللي قلت لكم عنه مرة، اللي هو المسؤول عن يعني متابعة الطلاب بهاي المرحلة. وأيضا عدد الفتيات اللي بيلتحقوا في المدارس كيف بيتم يعني خلينا نقول زيادتهم بشكل ملحوظ، وهذا خلينا نقول التركيز على انه كيف البنين والبنات يعني يتعلموا بشكل مجاني، حتى انه كيف ممكن نرفع هذا التعلم السقف، انه مش بس الابتدائي نوصل للثانوي يصير في. طبعا هذا الموضوع بيختلف من دوله لدوله، في بعض الدول ما عندها هاي القدره او ما عندها هاي الامكانيات، او مثلا بيكون في مشكله بالثقافه السائده بالنسبه لتعليم البنات على سبيل المثال، وهل انه يدفع بشكل مجاني، هل هو ملزم او مش ملزم، كيف انه نقلل الفوارق بموضوع التعليم للجميع بناء على الجنس او الثروه مثلا، انه والله ليش الغني يدرس بمدارس تكون الكواليتي تبعتها افضل بينما هذا الاشي مش متاح للاقل حظا او الفقراء. يعني هاي النقطه كلها اللي بتتعلق بالجوده بيتم مراجعتها في هذا المعيار. وبالتالي إيش ممكن يكون شباب التعليم جيد؟ أحط هنا واحدة من المعايير، مين يقول لي إيش ممكن يكون مؤشر؟ مين يعطيني إجابة سريعة؟ دكتور جزء يمكن نسبة الأبحاث المعلنة، الأبحاث هذا في أوكي، هذا في التعليم العالي أكثر كمان. التعليم ممتاز، مظبوط، هي واحدة منها لأنه اليونسكو بتشتغل على التعليم والتعليم العالي. في إشي تاني ممكن إذا بنحكي على المدارس دكتور والمدارس كمان المخصصات لها المخصصات المالية؟ تمام. طيب نأخذ هنا الأمثلة الأهداف اللي أنا أعطيتكم إياها، مثلا ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين. ولاحظوا أنا بلشت بكلمة البنات، ليش مبلشين الأمم المتحدة البنات؟ لأنه هي المشكلات كانت أكثر عند إيش، أنهم يعلموا البنات بالنسبة للدول يعني النامية.
وإعطاء فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. لاحظوا هذا الموضوع إنه مثلاً ما كانوا في السابق، إذا بتتذكروا في وزارة التربية والتعليم يعني في العالم العربي، ما كانوا بيركزوا على إنه يكون في إجباري مثلاً إنه يكون في عنا أو مدارس تركز تعطي طفولة مبكرة اللي هو تبعت الحضانة اللي قبل الصف الأول. هلأ دخل وزارة التربية والتعليم موضوع إنه مرحلة الطفولة المبكرة كيف يهتموا فيها، لأنه وجدوا يعني بعلم النفس معروف إنه هاي أكثر مرحلة يعني مهمة نفسياً ومعرفياً إنك تبني فيها. والتعليم قبل الابتدائي يعني كثير مهم حتى يكونوا جاهزين. وبالتالي بيجوا هنا حتى يحسبوا المؤشر، بقول لك إيش النسبة المئوية للأطفال اللي دون عمر 5 اللي فعلاً عم بدخلوا في المسار الصحيح. دخلوا يعني هلأ قديش منكم أنتوا، لو بدي أسألكم أنتوا طلابي قديش في عدد منكم مثلاً دخل قبل الصف الأول، دخل هاي المدى اللي هي الروضة والحضانة والقصص هاي؟ مش الكل داخلها، في ناس كانوا أهلهم مثلاً يفضلوا أنهم يخلوهم في البيت، منهم لأسباب عدم قناعة ومنهم لأسباب مثلاً ما فيش توفر دعم مالي لأنه الحكومة ما كانتش موفرته. وبالتالي هاي النقطة بدي يتم يعني التفكير في القضاء عليها، وطبعا بغض النظر عن التفرقة اللي ممكن تصير بسبب الجنس أو الموقع أو الثروة. موضوع أيضا ضمان تكافؤ فرص، التكافؤ الفرص بين الجميع نساء ورجال في إنهم يحصلوا على حتى إذا قرروا بدهم تعليم المهني مثلا، ما يكونش في تمييز ضد المرأة إنه يعني ليش البنات إنه ما بصير يشتغلوا يدرسوا تعليم مهني. هاي النقطة. وحتى موضوع التعليم العالي، يعني بعض الدول هلأ مثلاً قررت إنها تعمل التعليم العالي مجاني لأنه مش الكل بيقدر مثلاً يدرس على حسابه مثلاً دراسات عليا. فهاي النقاط كلها بتم دراستها بشكل ميسور، فبالتالي ممكن المؤشر يكون هي نسبة مشاركة الشباب والكبار، لأنه ممكن أقول للشباب إنه أنا بدي كبار السن كمان يكملوا تعليمهم العالي، ليه أحصرها فقط في الشباب؟ وممكن موضوع التعلم الرسمي والغير رسمي أو التدريب أو التعلم عن بعد مثلا والتعلم مدى الحياة. موضوع القضاء على التفاوت بين الجنسين بموضوع تكافؤ الفرص بينهم الاثنين يقدروا يوصلوا للتعليم والتدريب بنفس الطريقة. حتى أركز على الفئات الضعيفة أو الأشخاص مثلا ذوي الإعاقة اللي أنا بحب أسميهم أصحاب الهمم، يعني هدول كيف ممكن أعطيهم فرصتهم وحقهم في إنهم يتعلموا. خلينا نقول اللي عندهم أوضاع هشة أو خلينا نقول مثل الفقراء اللي عندهم مشاكل، هاي كيف ممكن إني أهتم فيهم؟ فمش باجي بدرس مثلا النسبة المئوية للبيانات اللي بتتعلق بالمساواة. وهذا البند كمان هو مشترك مع هدف آخر. مين بيقول لي شو هو الهدف؟ النسبة المئوية لبيانات المساواة بيشتغل. هلأ أنا عم بحكي عن التعليم صح؟ اللي هو الرقم 4 دكتور. عفوا أقول مشترك مع الجندر. غير الجندر. أوكي 4 ممكن تقول لي جندر وإيش كمان؟ 4 و 5 وهو إيش؟ هاي نصه النسبة المئوية لبيانات المساواة، هاي رقم 10 Reduced Inequalities. أوكي التقليل من اللامساواة مضبوط؟ هي تابعة لإلها أيضا. فهذه يعني في عشان تشوفوا كيف إن الموضوع كيف مرتبط ببعضه. هلأ برضو بدي أطلع على التفاصيل الأهداف، هلأ برجع بعطيكم مثال ثاني، بس خلينا نأخذ آخر هدف أنا اليوم بدي أعطيكم إياه اللي هو موضوع المساواة بين الجنسين، اللي هو بيركز اللي أخذوا عندي مادة جندر تعرفوا اللي هو بيركز على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بحيث إنه ما يصير في تمييز ضدهم، ويعني كيف ممكن نركز بشكل عادل على تحقيق التنمية المستدامة. أنا بدي أحكي لكم أنا هذا الموضوع يمكن متشعب أكثر، خليه للمحاضرة القادمة لأنه فيه تفاصيل أكثر. بس خليني أرجع لرقم 4 شباب وناخذ مثال كيف أنا ممكن هنا كمان أرجع على المنصة هاي اللي قلت لكم عنها وأطلع على رقم 4 ناخذ مثال أكثر توسعا. هاي رقم 4 كبست عليها شو طلع لي؟ Sustainable Development Goal اللي هو Ensure Inclusive and Equitable Quality Education. عم بحكي عن نوعية التعليم، مش تعليم بس، أنا بدي quality نوعية. و Promoting Lifetime Lifelong Learning اللي هو تعلم مدى الحياة. أوكي كيف؟ بمعنى أني أعطيهم فرص for all للجميع. فأنا بدي أخذ هنا التارجت. أوكي الأهداف طلعوا هنا هاي التارجت الأهداف اللي هي هاي المقاصد وهاي الانديكيتورز اللي هي المؤشرات. فأعطيتكم أول تنتين أنا.
ناخذ على سبيل المثال رقم 3 اللي هي by 2030 ensure equal access for all women and men affordable and quality technical. هاي vocational اللي حكيناها technical. خلينا ناخذ واحدة تانية لنفرض هاي رقم 4 اللي هي by 2030 sustainable increase sustainably increase the number of youth adults who have relevant skills. إذن هون التركيز على إيش؟ إنه يكون عندهم التنين من دون تمييز الشباب اللي هو يكون عندهم المهارات اللي بتركز على التكنيكال ووكيشنال سكيلز، ممكن تكون فنية ممكن تكون مهنية، من أجل إيش؟ تمكينهم من العمل بشكل لائق، وممكن كمان يحققوا الدخول في مبادرات مثلاً. فممكن أنا أجي أقول والله حتى أقيس هذا الموضوع بدي أركز على البروبورشن، نسبة الشباب proportion of youth and adults with information communications technology، يعني عندهم اللي هو مسميها الاي سي تي اللي هي يعني عندهم تكنولوجيا المعلومات، المعرفة والمعلومات والتواصل والاتصال، وهاي بدهم يعني كيف يكسبوا هاي المهارات من أجلها وهكذا. إذا زي ما أنتم شايفين هدول الأهداف لازم أنتم ترجعوا لهم وتطلعوا عليهم بشكل مفصل. إحنا إذا ضل معنا وقت في يعني نهاية المحاضرات أنا حأرجع على كل واحدة من هدول الأهداف ونتطلع عليهم بالتفصيل، بس حبيتهم أعطيكم كمثال عيني كيف تشتغلوا عليها. هلأ الهدف الخامس هذا حنحكي فيه المحاضرة القادمة. إذن اليوم إحنا ركزنا على موضوع الصحة الجيدة وموضوع إيش؟ التعليم. تمام؟ حدا عنده سؤال؟ هاي المنصة اللي أنا بدي إياكم تركزوا عليها شباب، جدا مهم انكم تكونوا عارفينها، واللي انا عشان هيك حاطط لكم اياها على الجروب ايضا. تمام؟ هذا عنده سؤال؟ نعمل نوقف هلا ونسمع حدا منكم يعمل برزنتيشن. اوكي ارجعوا للمنصه. تمام دكتور. عشان في عدد طالع عنده صوت ولا في عندي مشكلة هنا؟ هذا سامعني؟ ما في خلل.